بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحلقة دي يا جماعة مختلفة عن أي حلقة قدمناها قبل كده. الحلقة دي معمولة مخصوص علشان نفكر نفسنا ونعرف ولادنا قد إيه رسولنا عظيم وتعب علشان يوصل لنا الرسالة. وبعد تصريحات رئيس فرنسا عن إساءته لرسولنا الغالي، يجب أن نقاطع جميع منتجاتهم ردا على إساءتهم. هنقدم نبذة مختصرة عن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وشفيعنا يوم القيامة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you.